ايه يا مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ مازن يا راجل عايز يموتني. يموتك؟ ايه الكلام ده؟ عايزني انزل البيبي. انت حامل؟ بجد؟ لا لا لا، الف مبروك حبيبتي، الف مبروك. بس قولي لي، هو ليه عايزك تعملي كده؟ عشان اتجنن اكيد. ندى، ايه في ايه؟ شفتي ندى؟ معلش يا جماعه حبيبتي، معلش. مبروك. قولي لي، هو في خناقات بينكم؟ في اي حاجه بينكم؟ من ناحيتي انا، انت عارفني، اساله هو. ما هو حتى لو مش من حقه يطلب منها حاجه زي دي. ما تعيطيش بليز. طب على الاقل بس نساله، نعرف. هنساله ليه؟ ما انت عارف ان هو بيعك وبس. وبعدين معاكي بقى ندى. الله، مش دي الحقيقه؟ هو بقى له فتره مش بيعمل اي حاجه عدله، اخرهم الخناقه بتاعته مع سامي اللي وقعت على دماغي انا، ده غير طبعا موضوع الحادثه. انت عرفتي موضوع الحادثه منين؟ بجد؟ هو ده المهم دلوقتي؟ حادثه؟ لا حبيبتي، دي حاجه بسيطه. ما انت عارفه ندى بتحب تأفور. الموضوع مش محتاج تفكير، ده واحد مجنون وعايز يقتل ابنه بايده، اللي هو اول حفيد ليك، اول حفيد لعيله مشعل، لو انت مش واخد بالك. مش هيحصل. لما نشوف. طب ممكن بقى تسيبينا وتطلعي اوضتك؟ وماله؟ لا على فكره نسيت اقول لك، خلو بيسلم عليك. الله يسلمه حبيبي. اهدي يا اهدي يا حبيبتي. ده هددني انه يعمل العمليه غصب عني. حبيبتي ما تخافيش، ما تشغليش بالك. بصي، انت هتبيتي معانا النهارده، وعلى الله على الله بس يقرب لك. سيادتك مولع الدنيا ونايم. قوم اصحى فز. في ايه؟ اللي جابك يا بابا؟ اللي جابني؟ انا اجي براحتي وقت ما انا عايز. ايوه طبعا يا حبيبي، تيجي براحتك وقت ما انت عايز. الساعه كام وجرى فين؟ وبعدين تعالى قول لي، انت عايز تحرمني من حفيدي قبل ما اشوفه؟ والنبي يا بابا بلاش بقى الكلام ده، عشان انا اتكلمت معاك قبل كده وقلت لك 100 مره ان انا مش هكمل مع يارا. يا حبيبي الكلام ده كان زمان، دلوقتي هي شايله ابنك. وانا ما بحبهاش ومش عايز حاجه تربطني بيها. ان شاء الله عنك محبتها يا اخي، ما تتنيل ما تحبهاش، خليها تجيب الواد الاول، وبعد كده نبقى نتصرف. بعدين ما انت مقضيها اهو، ولا عايز تفهمني انك انت خلاص بطلت؟ ايه ده يا ابني؟ كلامك كده اختلف خالص عن ميتنج الصبح، الكونسبت اختلف.